يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة حجت قبل 5 سنوات وطافت طواف الإفاضة بدون وضوء، وقد كانت جاهلة بالأمر، فماذا عليها الآن؟ وهل حجها صحيح؟ حجها صحيح لكنه ناقص، يحتاج إلى طواف الإفاضة لأنه ركن لا بد منه، فترجع تأتي بطواف الإفاضة ولو كان متأخر تأتي به، لأنه يعني باقي بذمتها ولا يتم حجها إلا به. إن كان حصل عليها جماع فإنها تذبح فدية، تذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء، إذا لم يحصل عليها جماع فيكفي أنها ترجع وتطوف بنية طواف الإفاضة. نعم.